بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مر معي في أول سورة يوسف قول الله عز وجل: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وجدت أن هذه الآية تعلم المؤمن والمسلم حكما شرعيا يجب أن ينتبه له كل إنسان، هو كتم السر. كل إنسان له أسرار خاصة في نفسه، وله أسرار خاصة بينه وبين أهله وولده. كتم سر الإنسان مفتاح سعادته في الحياة، ومن أفشى سره فتح باب الشقاء على نفسه. سيدنا يوسف صلوات الله وسلامه عليه كان غلاما ورأى هذه الرؤيا، رأى الشمس والقمر يسجدان له، فأخبر بها والده سيدنا يعقوب وهو نبي من أنبياء الله، فأوصاه هذه الوصية: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن بيتآمروا عليك بيظهروا لك العداوة، بيبطنوا لك مكر، لا تحكم. فسيدنا يوسف ما قال لإخوته، لكن قال لخالته زوجة أبو الثانية، قال له: والله شفت المنام. فخالته ضمرت له الشر، انه انت بدك تصير احسن من اولادي، الها اولادها، اولاد الثانيه، واحده اجا منها ولدين يوسف وبنيامين، واحده اجا منها خمسه او سته وهي الثانيه. فلما حكى سيدنا يوسف لخالته، خالته راحت حكت لأخواته: هذا أخوكم بده يصير أحسن منكم، هذا أخوكم بده ياخذ قلب أبوكم، هذا أخوكم بده ياخذ مال أبوكم، أنتوا رح تصيروا بلا شيء، أنتوا رح تطلعوا لبرا، أنتوا عبت روس أخواته من أبوه. فتآمروا عليه. شو شايف يا الشمس والقمر عم يسجدوا لك؟ ما شاء الله حولك، يعني بدك تصير أحسن منا؟ شو يعني أنت أبوك كذا ونحن أبونا كذا؟ فتآمروا على سيدنا يوسف، وكما قال الله تعالى: اقتلوا يوسف، وصلوا إلى القتل. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أبوكم كل ضحكته ليوسف، وكل تكريمه ليوسف، كله ليوسف، ونحن ما لنا أولاده. صرفوه من الطريق بصير أبوكم بيضحك، وما بيلاقي غيركم بيضحك لكم. فالآية أشارت إلى شيئين: إلى كتم السر
وإلى تفضيل الأب لأحد الأولاد على بعضهم. فأما تفضيل الأب لولد على إخوته خطأ كبير، وهذا شرعا لا يصح. يجب على الأب العدل بين الأولاد، حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قبل ولدا لوجب عليه أن يقبل الآخر. اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل. فالأب بعض أوقات ما بينتبه، يكون عنده ابن يكون عنده بنت، لما بيجي الابن بيحتضنه ببوسه: يا حبيبي أهلا وسهلا. لما بتجي البنت بيقول: روحي لعند أمك على المطبخ، روحي على المطبخ لعند أمك، ما بيكرمها. فالبنت لما بتشوف الدلال لأخوها والكرامة لأبوها بتفكر بالانتقام من أخوها، تنتقم منه لأنه هي ما بقى لها وجود. فممكن تسمم أخوها، ممكن تقتل أخوها، ممكن تذبح أخوها. كل النبي عم ينبهنا عنه عليه الصلاة والسلام: لا تظهر سرك ولا تفضل ابن على ابن. فكثير من الآباء ما بينتبهوا لهذه الناحية، هي هذا بيفضل ولد، هذا بيفضل ابن، خاصة إذا كان الصغير بيفضل الصغير على الكبير. إذا ما كان الابن مربى تربية الإيمان بيقع بيناتهم الغيرة، وبيقع بيناتهم الحسد، وبيصل الحسد إلى التآمر: اقتلوا يوسف، خلصونا منه، أو يطرحوه أرضا، رموه بأرض بعيدة يخلو لكم وجوء أبيكم، مشان ضحكة الأب، مشان ضحكة الأب. بتضحك له ما بتضحك لنا، بتدلل وما بتدللنا. فأخوه شفق عليه قال له: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، لا شي بير، الحشب بير، المسافرين بيجوا بدهم يلعبوا مي بياخذوه بيمشي الحال. وتآمروا عليه، شلحوا قميصه ورموه بالبير، وأخذوا القميص لعند أبوهن لوتوه بالدم وقالوا له: أكلوا الديب. فأبوهن مسك القميص، لو الديب أكله كان نتف القميص، القميص ما منتف معناته كذب، مو أكله الديب. فهذا دليل يا ابني على أن الإنسان إذا كان له سر خاص في نفسه أن لا يطلع عليه أحد. وقال الحكماء: ما أسرك ما كتمت سرك، ما أسرك ما كتمت سرك، تم دائما مسرور. يلي بيصير إنه الإنسان صاحب رفيقه، صاحب اخوانه، صار في صحبه بينه وبين اخوانه، بيحكي كل اسرار البيت لرفقاته: والله ابي هيك بالبيت بيعمل، والله امي هيك بالبيت بتعمل، والله بيعمل، بيحكي اسرار البيت كلها. فاذا كان يوم من الايام انقلبت العداوه المحبه الى خصام، بصير ذاك بايده عصايه السر، اللي والله لا أحكي السر الفلاني للناس، السر الفلاني دخيلك مشان الله. بصير تتدخل يعملك أزل الأزلاء بسره. فبينما المسلم يكون كاتم سره، سر البيت ما يطلع لبرا، لا تحكي لأحد وإن كان أقرب الناس إليك. أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. حبيبك اللي بتحبه يمكن يوم من الأيام ينقلب إليك عدو.
أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يلي عم تبغضه اليوم يمكن بكرة يصير حبيبك، فإذا أبغضته لا تفضي كل اللي عندك، لا تحكي كل شيء، خلي للصلاح مطرح، ما هيك بيقولوا العوام، خانق وخلي للصلاح مطرح. يعني إذا بده يجي صاحبك يكون في باب لسه، أما فضيت الكل هذا خطأ. أو واحد حبيته صرفت كل حبك ما خليت شيء، انقلب يوم الأيام أسرارك كلها عنده، فبيهددك بأسرارك يلي قايل له إياها. فبينما الإسلام علم المسلم أن يكتم السر ولا يتكلم به لأحد، وكتم السر يجعل الإنسان أن ينال أعلى المراتب وأقرب القرب إذا كتم السر. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وصل للآل وين؟ يعني جوات البيت، صار يعني جوات البيت بكتم السر. مؤمن آمن بسيدنا موسى و بالعبادة وطاير، لكن هو جوات بيت الملك عم يعرف كل الأسرار. فلما سمع الملك وأعوانه عم يتآمروا على سيدنا موسى للقتل، طلع رفيد لعن سيدنا موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. الملأ يعني الوزراء واللي حول الملك، يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. ومهروب. فإذا المؤمن كاتم السر ترتفع درجاته وينقذ الله على يده كثيرا. أما إذا أفشى السر، هذا لو كان جوات القصر كان عم يصلي جوا، اكتبوا الآية: مؤمن من آل فرعون جوا، كان جوا عم يصلي ولا كان ماسك المسبح وعم يذكر الله ولا حامل المصحف عم يحفظ؟ جوا ما في صلاة جوا، ما في ذكر، ما في جوا. أنت واحد منهم، بيظهر واحد منهم حتى يعطوك الأسرار، تسمع الأسرار. فإن كان فيها منفعة للإسلام بلغت، وإن كان فيها مضرة نبهت. هذا يا ابني المسلم، الله ذكرنا هالآية ما مشان ننغمها، هذا ذكر الإدغام وهذا ذكر الإظهار وهذا ذكر الإخفاء. يا ابني الإدغام فيها أدغم سرك في قلبك، هذا الإدغام، وأظهر النفع يلي وأخفي ما فيه أذى، لا تخلي حدا يدري فيك. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. يا سبحان الله، سيدنا يوسف بإفشاء السر لوين وصل، ومؤمن آل فرعون بكتم السر لوين؟ أنقذ نبي، كانوا عم يتآمروا عليه بدهم يدعوه ويقتلوه. تعال بدنا نسمع منك شو بدك، شو بتريد، شو كذا، حاطين له فخ بدهم يقتلوه. فقال له هرب، فهرب من مصر إلى معان، مشي. أتى، أنا قدرت المسافة ب 1200 كيلو متر، مشي يوم مشي حتى وصل لمعان، حتى نجا من مؤامرة فرعون. ولما الله فتح عليه وأطلعه قال له رجع بلغ فرعون. قال له: يا ربي إن لهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال له: ارجع بلغوا لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. فكتم السر إذن
قديش فيه على الإنسان، دائما خلي سرك في قلبك. بيجي واحد بيحكي للتاني سر، بيقول له الله يخليك بيني وبينك ما حدا يدرى الموضوع، لو خلاص بير ما له قرار، بيروح دغري لأمه بيقول له والله يا ماما في فلان حكى، بس بيني وبينك الله يخليك بيني وبينك. أمه بتحكي لأخوه بتقول له بيني وبينك، أخوه بيحكي لرفقاته بيقول لهم بيني وبينكم، كل حديث فارق الإثنان شاع، الإثنان الشفتين، كل حديث فارق الإثنان شاع. فلذلك خبي سرك في قلبك لا تحكي. طيب هذا أخي ولو أخوك، اكتم سرك حتى عن أخوك، إلا إذا كان إيمانا أو دلالة على الله أو ذكرا فهذا لا مانع، لأن السر نوعين، سر يكون جزء من العمل وسر يكون العمل كله. هذا السر نوعين، سر بيكون جزء من عمل يقوم الإنسان به، وهذا السر مستور مثل النية مثل الإخلاص، هذا سر في قلبك، نية الإخلاص، والنبي قال إنما الأعمال بالنيات. فواحد عم يقول لرفيقه له والله أنا ناوي أخطب فلانة شو رأيك؟ وها شو بدك فيها؟ هي واحدة والله رأيت رجلا يقبلها. أعوذ بالله يا أخي، أنا شايف ناس عم يبوسوها، شو بدك فيها؟ خلص تركها راح هو خطبها. قال لك ما قلت لي إنه في شفت واحد عم يبوسها؟ قال له رأيت أباها يقبلها، شفت أبوها يبوسها. أفشى السر فراح هذاك يأخذه. واحد بده يشتغل شغلة بيجي بيشاور واحد بيكون صاحب مصلحة، يقول له والله أنا ناوي أشتغل شغلة ثانية كذا، يقول له أوها لك والله ما فيها شيء، بيروح هو بياخذها. فالسر خليه بينك وبين نفسك، إلا إذا أشاورت لا تشاور صاحب مصلحة، أنه صاحب المصلحة بياخذها إله، بيعرف أنه الشغلة فيها مربح ما بيخلي لك اياه، بياخذ المربح له. دائما شاور غير صاحب المصلحه، واحد يكون امين صاحب دين، اما نشاور حي الله واحد فممكن ياخذ المصلحه من ايدك، يمكن ياخذ اغلى شيء عليك في الحياه من شان كشف السر. وفي سر هو العمل كله، العمل كله، وهذا السر بينك وبين ذاتك، بينك وبين نفسك، كمراقبة الله، هذا سر خاص. ما تحكي انه والله صار معي كذا وصار معي كذا، وهذا بين الأحباب كثير بتصير الناحية هي. واحد يقول والله أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني يقول والله أنا شفت كذا، الثالث واحد قاعد بيناتهم بيروح للبيت بيضرب على حاله يقول أنا ماني نفعان، أنا ما كذا، أنا كذا، كلهم يشوفوا إلا أنا ما أشوف. فخلي سرك في قلبك. فالسر الله عز وجل مرة ذكره في القرآن بالإنفاق، قال وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية. السر النبي ذكره بالسبعة الذين الله عز وجل يظلهم في ظل العرش، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا السر بيمينه، هذا حاسس مد ايدون خون، مع السلام، ما خلى ايده الشمال تعرف قديش دفع. هذا سر. ومرة ذكر الله القرآن في القرآن السر في النكاح، فقال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.
في بينك وبين اللي بدك تتزوج مواعدة، وعد خلي وعدك سر، لما تقول والله أنا واعد فلاني وعدتي وعد كذا، ممكن يوقفوا لها على الطريق، ممكن يحكوا لها ضدها كذا، فتخسر تخسر الجولة. فالله عز وجل نبه أن يحفظ الإنسان سره في كل عمل من الأعمال. والسر الذي يكتم هو الذي يحب صاحبه أن لا يعلم به أحد، هذا السر الكتم، ما بدك حدا يعرف بهذا السر. هذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر كان له بنت اسمها حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حفصة كانت متزوجة ومات زوجها، تأيمت يعني صارت بلا زوج. فسيدنا عمر خايف على بنته، عرضها على سيدنا عثمان، قال له بتحب تتزوج حفصة؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال له خليني أفكر لبكرة، أنظر في أمري لبكرة. ثاني يوم قال لي والله ما جاء على بالي أتزوج، يعني عندي ما في. راح لعن سيدنا أبو بكر قال له أحببت أن أنكحك ابنتي حفصة. أبو بكر ما حكى ولا كلمة، ما رد عليه ولا كلمة. سيدنا عثمان قال له خليني لبكرة أفكر، ما رد ولا كلمة. استنى يومين ثلاثة وقت برسول الله يخطبها، النبي خطب حفصة فتزوجها. اجا سيدنا أبو بكر لعند عمر قال له أنت زعلان مني؟ قال لي أوه الله زعلان منك. قال له كأني ما رديت عليك. قال له أيوه والله زعلان منك ولو كلمة. قال له ما حملني على ذلك إلا أني سمعت ورسول الله يذكرها، النبي عم يفكر فيها حكاها، فما كان لي أن أكشف سر رسول الله. النبي حكاها، أجي أنا أقول إن النبي بده يتزوج حفصة، فلما عرفت إن النبي خاطبها بده يخطبها ما حكيت. فروق سيدنا عمر لما عرف ذلك، قال له ما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها لخطبتها، لو النبي تركها، لكن النبي ما دام خطبها خلاص مين بيتقدم. إذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كتم سر رسول الله، ما أفشى سر رسول الله وهو من يريد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس يوم القيامة، إن من شر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، يعني بيبات معها وبتمات معه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. نسأل الله العفو والعافية. لما بيكون الرجل مع أهله بيسكر الباب، بيرخي البرادي، يعني سرا وإن كان حلالا لكن سرا، بت معها وباتت معها الحمد لله بكل خير لله الحمد، على بكرة بيقعد مع رفقاته، والله شو كانت ليلة، والله شو كانت ليلة، عملت كذا وسويت كذا. وهي بتقعد مع رفقاتها بتقول لهم سبحان الذي خلقه، شو كذا، إيه بيحكي التحكي أسراره. صلى الله عليه وسلم قال هذا من أشر الخلق، يلي بيحكي سر زوجته وبتحكي سر زوجها. فصلى الله عليه وسلم
قال مثل هذا الإنسان مثل الشيطان في الطريق جامع شيطاني والناس ينظرون إليه، هذا مثله مثل الشيطان، شيطان بين الناس. أما أنت سرا لكن كشفت حالك ثاني يوم، كشفت حالك بين الناس، فمثلك كمثل الشيطان الذي كشف بين الناس جامع زوجته بين الناس. فالذي يكشف السر كالذي يفعل المعصية بين الناس من غير ستر. يعني الله سترك تجي انت بتكشف سترك، والله مبارك ان سهراني سهرة، والله حطوا لنا فيلم شو كذا شو كذا. يعني الله سترك، ملت خطيئة او معصية مستور، الله سترك، طلع هو فضح سره. لذلك الغيبة إذا كان ذكرت إنسان بغيبة، أما إذا فضح نفسه سقطت غيبته، بيطلع ما فيه أخلاق، ما فيه، لو حكيت عليه ما في اسم، أنه هو فضح حاله، شارب الخمر عم يشرب في بيته ما بيجوز تحكي عليه. لكن لما بيطلع للطريق بالكاسة أو بالبطحة، فإذا اغتبته هذا سقطت غيبته لأنه صار فاسقا أعلن فسقه. فالسر خليه دائما في بيته في سرك، لا تطلع لبرا. مر عليه الصلاة والسلام جمع الرجال ووراهن النساء، وجلس النبي بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره، رخى البرادي واستتر بستر الله، في منكم يعني بيبات مع أهله بسكر الأبواب بيرخي البرادي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا؟ فسكتوا. أقبل على النساء وقال: هل تدرون، هل منكن من تجلس إلى زوجها بستر ثم تتغدلن مع رفقاتها مع أصحابها؟ فسكتوا. في بنت قعدت على ركبها صارت ترفع راسها عشان النبي يشوفها، فقالت: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون ذلك وإنهن لا يفعلن ذلك. الرجال تحكي والنساء كمان عم تحكي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مثل ذلك إلا مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة في الطريق فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. فضح حاله مثل الشيطان إذا بالطريق عم يعمل المعصية، نسأل الله السلام. فمعناتا اكتم سر أهلك، يعني غرفة الزوجية شو يقال لها؟ شو اسمها؟ غرفة الزوجية اسمها غرفة السر، سر الزوجية. لما أنت وزوجتك بالأوضة سكرتوا الباب تتزاعلوا، تغضبوا من بعضكم، تحكوا مع بعضكم، متى ما انفتح الباب ما حدا بيدرى بشي، لا هي بتحكي لأهلها ولا هو بيحكي لأهله، أنه مثل ما أنت غالية على أهلك هو كمان غالي على أهله. إذا حكى لأمه هيك عملت معك هالمقصوفة الرابية هكذا، والله لزوجك عليها ولا أحرق القلب تبعها، بتروح هي بتحكي لأمها ما هيك عمل معك، والله لا أحرق قلبه ما خليه ما يشوف قصوصة ضفري، بتكبر براسه. متى ما انفتح الباب ما حدا بيعرف شو في جوا، شو صار جوا، زعل انت وزوجتك، خانقوا، متى ما انفتح الباب خلص ما حدا بيعرف. الاولاد ما بيطلعوا على شيء ابدا، هلا بتخانق هو ومرته قدام اولاده، فالولاد عم يصير معهم مرض نفسي من هالشيء هذا. بدها تخانق انت وزوجتك سكر الباب، تخانق انت وياها جوا، متى ما انفتح الباب ما حدا بيدرى، ناكل سوا نشرب سوا، متى ما فتنا الاوضه زعلانين من بعضنا.
والزعل أكثر من 3 أيام لا ما لازم يتم. أطول وقد إيه؟ 3 أيام. بعد 3 أيام يا هي بتصالح يا هو بيصالحها، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فإذا المسلم بده يكون كاتم للسر، لا يكشف سرا، وكل شيء صار بين اثنين سرا يحرم على المسلم أن يكشفه. عم تحكي مع أخوه حديث، هذا الحديث مع أخوك أنت عم تحكيه، التفتت هذا عم يسمع، قلت له هذا بيني وبينك، فإن كشف السر فإياك وصحبته. متى ما حكى السر أبدا لا تصحبه ولو مهما كان. إياك أن تفشي سرا. واحد أبوه أسر له بسر، ما بصح يحكي هذا السر لأخته ولا لأخواته ولا لأمه. أبوك أسر لك بسر إلا أما تحكي لأبوك لأخوك أو لأمك أو لا، هذا سر. فالسر لا يباح به ولا لأقرب الناس. فلو أباح السر بصير التآمر عليه بيقتلوا. ستنا فاطمة رضي الله عنها وأرضها، ناخذ درس. ستنا فاطمة كانت تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لما تجلس عند النبي، النبي في الزلة صلى الله عليه وسلم، في الزلة يعانقها ويقبلها من رأسها صلى الله عليه وسلم. كانت مشيتها بتعادل مشية النبي عليه الصلاة والسلام، إن كأنها صلى الله عليه وسلم. فمر النبي قاعد مع أزواجه وإجت ستنا فاطمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا يا ابنتي، حطها على يمينه، قعدها على يمينه صلى الله عليه وسلم، ثم سارها بسر، حكى بينه وبينها سر، فبكت صارت تبكي. بعد شوي النبي أسر لها بسر فضحكت، أول سر ثاني سر، واحد بكيت فيه واحد ضحكت فيه. فلما انتهت الجلسة وطلعوا لبرا، قالت لها عائشة، قالت لها إيه النبي أسرد لك، أول مرة بكيتي ثاني مرة ضحكتي، شو حكى لك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي أسر إلي بسر ما بحكي السر لأحد. فقال عائشة كوني كما أنت، وإياك أن تكشفي سر رسول الله، خبيه معي لا تحكي، برافو عليك بهيك. مدحتها ما قالت لها ليه، احكي شو فيها، أنا ما بحكي لحدا بيني وبينك. قالت لها أبدا ما بحكي سر رسول الله ما بحكي. وما تكلمت به ستنا فاطمة رضي الله عنها إلى قبل الموت. قبل الموت قالت أسر لي أنه سيلقى الله، يعني لح يتوفى، فبكيت. فأسر لي أنك سيدة نساء أهل الجنة وآخر وأول أهل بيتي لحاقا بي، تلحقي في أول واحد، أول واحدة أنت. فضحكت رضي الله تعالى عنها. ما كشفت سر رسول الله في حياته أبدا. حتى سيدنا أنس، سيدنا أنس خادم النبي، جابته أمه لعند النبي عليه الصلاة والسلام عمره 10 سنين، قالت له يا رسول الله أنس هذا خادمك، حطه عندك خادم إلك بيساعدك بيعاونك. طلعت منه حطته عند النبي، خليه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمر النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في حاجة، راح في حاجة شاف الأولاد عم يلعبوا، وقف يلعب معهم،
نبي بعته في غرض عم يلعب، فأبطأ على أمه، تأخر على أمه. فلما إجا قالت له ليش تأخرت؟ قال بعثني رسول الله في حاجة. قالت له شو الحاجة اللي بعتك فيها؟ قال والله إنها سر، إنها سر، وعلمني رسول الله أن لا أكشف السر لأحد. فقالت له أمه هنيئا لك، لا تحدثن بسر رسول الله أحدا، اوعى تحكي لحدا، اكتم السر. بقي السر في قلب سيدنا أنس حتى لقي الله وما تكلم به. سر النبي حكاه، شو خلص النبي حكالي سر، هذا السر بيني وبينه. أما يقول له والله حكالي كذا وأسر لي كذا، هذا كله كل الصحابة كانوا رضي الله عنهم ما كان واحد يفشي سر الثاني. واحد علمه النبي عليه الصلاة والسلام بحياته ما حكى إلا عند الموت، قال أنا حتى ما أكون كاتم للعلم فالنبي أسر لي بكذا وكذا، فحكى الحديث عند الموت، قال تأثما حتى ما يرتكب الإثم بكتم العلم. فدائما إذا كنت في مجلس، أي مجلس، وتكلموا فيه بحديث، حديث المجلس سر، لا يجوز أن تنقله لبرا. قال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، إلا مجلس العلم. مجلس العلم إذا استمعت له بتقوم بتبلغه، أما أبوك قاعد مع رفقاته قاعدين عم بيحكوا عم ينكتوا على بعضهم مع بعضهم البعض، ما عم تنكيت الأحباب مع بعضهم بيحكوا. فإذا أبوك قال لك والله جاء على بالي أنقر جوازي ثاني، عم ينكتوا مع بعضهم، بيطلع الولد دغري عند أمه، ماما ماما بابا بده يتجوز عليكي، تخلص الجلسة بيفوت الرجل شوف مرته حاطة العدين بوزمين، خير إن شاء الله، شوفي شوفي بدك تتجوز ما هي، روح روح تجوز، والله لا أحرق البيت، والله لا أعمل، والله لك مين اللي عم يحكي نكت مع رفقاته. كمان الزوجة بتكون بين رفقاتها كمان عم تحكي هي ورفقاتها، نكتت نكتة تحملها البنت تروح بتبلغها لأبو. المجالس بالأمانة، أي مجلس حضرته فهو أمانة، لا يجوز أن تنقل السر أو تنقل الحديث لبرا إلا بإذن من صاحب المجلس. قال له أخي إذا الجلسة إذا حكيتها برا معليش، قال له هي سر خلص ما بيجوز ما بتطلع لبرا. فصلى الله تعالى عليه وسلم على التأديب اللي أدبه للصحابة. فأنس ما أباح بسر، فاطمة ما أباحت بسر رضي الله عنهم. حاطب ابن أبي بلتعة، نبينا عليه الصلاة والسلام نوى يعمل غزو لقريش. قريش لما النبي طلع من مكة وهاجر للمدينة باعوا بيت النبي، باعوا بيوت الصحابة، فأخذوا أموال الصحابة. فعليه الصلاة والسلام حب يعمل مصادرة لأموالهم، جاي قافلة من الشام حب يصادر الأموال، هربت الأموال وصارت غزوة بدر وغزوة أحد. بعدين النبي بده يعمل فتح لمكة، كتم السر ما حدا عرف، أغلق أبواب مكة كلها، كل باب من المدينة بيطلعوا فيه إلى مكة عمل عليه حراس، ممنوع حدا يطلع حتى ما يصل سر
إلى قريش، عم يجهز النبي جيش. حاطب ابن أبي بلتعة كتب رسالة لقريش: أما بعد فإن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. هاي الكلمات، كم كلمة؟ إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. النبي ما عم يخلي طير يطير إلى مكة كتما للسم مشان ما يسفك الدماء، صلى الله عليه وسلم بده يباغتهم مباغتة حتى ما يحشنوا لا يستعدوا لا يقاتلوا، ما بده يسفك دم. حاضر بلتها كان في مغنية في المدينة بدها تروح إلى مكة، مغنية حملها المكتوب وعطاها أجرتها، فأطلع الله النبي عليه الصلاة والسلام على هذا على هذه الرسالة، رسالة رايحة إلى مكة، إذا راحت لمكة بده يصير في حرب يعني. صلى الله عليه وسلم نادى علي بن أبي طالب، زبير بن العوام، مقداد بن الأسود، نعم يا رسول الله. قال لهم في امرأة مغنية مسافرة إلى مكة حاملة رسالة لأهل مكة، تلحقوها في روضة خاخ، عين لهم النبي المكان، شوفوا هنيك جيبوا الرسالة وارجعوا، ما تأرشوا بشي. ركبوا الخيل وانطلقوا 100 كيلومتر، لحقوها بالمحل اللي النبي عينوا فيه، روضة خاخ صلى الله عليه وسلم. واقفين خير، وين رايحة؟ قالت لهم إلى مكة. قالوا لا، طالع المكتوب اللي أخذتيه لأهل مكة. قالوا مكتوب؟ قالت لهم لا معي مكتوب ولا معي شيء. وهي أواعي نبشوا، نبشوا الخراج، نبشوا مهما في. فبعضهم قال لهم ما في معي شيء. فقال سيدنا علي: والله ما كذب رسول الله، النبي ما كذب ولا بيكذب. والتفت إلها قال لا والله لتخرجن الكتاب أو لأجردنك من السياب، شدحك بالظلط. لما شاف الشغلة حمياني قالت له ديروا وشكون، مدد إيدها طالعت المكتوب من ضفائرها، أخذ المكتوب ورجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فتح النبي الرسالة: أما بعد فإن محمدا يريدكم، يعني بده يقاتلكم، فخذوا حذركم. سيدنا عمر لما سمع الرسالة ولك يخرب بيه، سحب السيف قال له أذن لي أطع راسه. النبي قال له: ما هي عمر؟ إنه شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليش هيك يا حاطب؟ قال له والله يا رسول الله أنا لا أزال على ديني، ما غيرت ديني ولا غيرت إسلامي، ولكن كل واحد من أصحابك له قريبين في مكة، أما أنا ما لي حدا بمكة وعندي أموال، فحبيت أعمل معنا المعروف عشان يحفظوا لي مالي. الله يسامح وعفى النبي عنه. تيجي تكشف السر هذا، هلا في علم الحياة شو يقال لها؟ خيانة عظمى. هذا خيانة عظمى شو بيكون؟ ميدانية، هذا المحاكمة ميدانية، فورا يحكموا بقتله، بيرشوه رش فورا بيقتلوه. فسيدنا عمر بده يقتله كأنه خيانة ميدانية، لكن شفع له أنه من أهل بدر، فسامحه النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أنزل آيات في سورة قد سمع من شان المال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم،
كان خاطر المال تكشف سر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي باغت أهل مكة ما شافوا إلا نيران مشتعلة حول مكة. مين النيران؟ طلع أبو سفيان ليكشف الخبر، اجتمع به سيدنا العباس. عباس عم يعمل كان جولة، أبو سفيان لقد أمكن الله منك، 20 سنة عم يحارب النبي. قال له اطلع وري اطلع لأستأذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. طلع أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، أبو سفيان. النبي قال له خذه وقف عند مضيق الجبل مطرح دخول الجيش، خذه وقفه هنيك. وقفني، مرت الكتيبة الأولى، شو هالكتيبة هي؟ حديد كلها. شو ها؟ هي الكتيبة الخضراء، هي الكتيبة الحمراء، هي الكتيبة الصفراء، هي الكتيبة شو؟ منين ها؟ لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له ويحك، إنها النبوة، النبوة. فرجع أبو سفيان، اسكتوا يا جماعة، اسكتوا يا جماعة على بيوتكم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا أنت ودارك، شو بده يوسع دارك؟ قال استأذنت رسول الله، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. كل واحد يدخل لبيته. ففتح النبي مكة ولم يسفك قطرة دم إلا في بعض النواحي. الله يرضى عنهم، صحابي فهموا شيء. فهون إذن كشف السر، لو أن الورقة وصلت إلى أهل مكة لوقعت مطاحنة حرب بين النبي وبين أهل مكة، ما كان بتخلص من قتل أقل ما يكون 700-800 قتيل بده يروح. فالنبي حقن دماء العرب بكتم سر، كتم سر جل جلال الله أخبره الله بما أراد. فدائما ليكون الإنسان كاتم السر. فرض واحد منكم يا أحبابي الله تفضل عليه وتقرب من أمير أو من رئيس أو من وزير، صاحب، ممكن تصاحبه. فخذوا 3 وصايا. العباس رضي الله عنه حكى لابنه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس قال له يا بني إن أمير المؤمنين يدنيك، عم يقربك لعنده أمير المؤمنين، فاحفظ عني 3. يلي بده يجالس رجال دولة يحفظ 3، فاحفظ مني عني 3، لا تفشين له سرا. أي أمير أي وزير لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يطلعن منك على كذبة. يعني اوعى تكذب عليه كذبة أو تغتاب عنده أحد أو تفشيله سر، أنه بإيده سلطة، إذا فشيت له سر بيعمل لك مكر بيقتلك وأنت مالك حاسس، بإيده في سلطة. لا تفشيله السر، ولا تكذب عنده، ولا تغتاب عنده حدا. أتى رجل إلى الخليفة سليمان ابن عبد الملك. هذا وين كانت خلافته؟ بدمشق. قال له يا أمير المؤمنين عندي نصيحة بدي انصحك. قال وما نصيحتك؟ قال كان فلان، هذا يحطه عندك انت، عاملا ليزيد والوليد وعبد الملك. كان عند 3 ملوك، يزيد والوليد وعبد الملك.
فخانهم فيما تولاه. كانوا مسلمين وظيفة خانهم، واقتطع أموالا جليلة فمره باستخراجها. خلي يعطيك الأموال اللي جمعها بزمن الملوك الثلاثة. نصيحة ولا لا؟ خان ثلاثة، واحد حطه عندك بخونك يعني. فجمع أموال، فقال له: أنت شر منه وأخون. هي مو نصيحة، أنت شر منه وأخون، حيث اطلعت على أمره وأظهرته. طلعت على سر من أسراره وكشفت السر تبعه، أنت أخون منه. ولولا أني أنفر أصحاب النصائح، إذا واحد عم ينصحني ما خلي أنا يخرج من عندي، لولا أني أنفر أصحاب النصائح لعاقبتك على ذلك، ولكن اختم مني ثلاث خصال، إحدى خصال، لها أعرض عليك ثلاث وحدات، اختار واحدة من الثلاثة. أنه ما دام كشف سر الغير بده يكشف سره كمان. قال له: إن شئت فتشت عما ذكرت، فإن كنت صادقا أنه صحيح خان ثلاث ملوك ما قتناك يعني أبغضناك لبيت تجي لعنا، إذا كنت صادق. وإن كنت كاذبا عاقبناك لأنه كاشف السر ومغتاب، وإن شئت أقلناك يعني سامحناك. أنا بتحب من الثلاثة؟ قال: بل تقيلني يا أمير المؤمنين، بخيلك سامحني. قال له: قد فعلت فلا تعودن لمثلها. مرة ثالثة: أوعى تنقل حديث فلان وتخوين فلان أو فلان. فهذا يعني كتم السر، إلا في أشياء لا تكتم، في أشياء لا يكتم سرها. قال الله تعالى: وإن فريقا ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله ذم اليهود في ذلك، عرفوا أن رسول الله هو نبي آخر الزمان، عرفوه لكن كتموا هذا الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. عرف أن هذا رسول الله لكن كتم مشان ما يآمنوا اليهود. فهنا لا يجوز كتم السر. واحد عرف أن فلان من الصالحين، فلان من الأولياء، ما بيصح تكتم عن المسلمين حاله. لك يا ابني روح انتفع منه، روح جالسه، انتفع من علمه، انتفع من ولايته، انتفع من صلاحه. فهذا لا يجوز للمسلم أن يكتم صلاح الصالح أو يكتم علم العالم أو يكتم ولاية الولي، فلا يصح لك أن تكتم ذلك. تقول أخي هذا سر، ما بيحكي لحدا، بيقول لك هذا السر ما بيجوز كتمه. أنه إذا كان كشفت هذا السر أنه فلان من أولياء الله، إذا كشفت هذا السر نفات الخلق، بده يروح ينتفع، بده يروح يصحب، بده يروح يتعلم. أما السر يوصل إلى ضرر أو أذى، هذا ما بصح. فالله عز وجل ذكر السر الأول، أن اليهود كتموا حال رسول الله. عندهم في التوراة صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي وأعمال النبي، عندهم بالتوراة، لكن يعرفون الحق ولكن بعد ذلك كتموا ذلك. فهذا أولا، لا يجوز كتم العلم، ولا يجوز كتم حال العالم ولا مقام أهل العلم. فمن نفتشي نقول مثلا سيدنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه كان من أبناء رسول الله، منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى تدعي له، وإذا دعيت له الدعاء لح تاخده أنت، إذا دعيت له لح تكون الدعوة إليك. دائما دعوتك لأخيك المسلم تعود إليك. والحديث
كتبت كن يا صلى الله عليه وسلم، قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، مستجابة عند رأسه ملك موكل، عند رأسه يلي عم يدعي ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثله. أنت دعيت له، أما أنت مين دعا لك؟ الملك دعا لك آمين ولك بمثله. من أراد أن يستجيب الله دعوته فليدعها إلى أخ له في الله. احفظوها يا أحبابي ولا تنسوها، من أراد أن يدعو دعوة مستجابة فليدعها لأخيه المسلم حيا كان أو ميتا. الدعوة لأخوك المسلم ورد ادعو الله بلسان لم يعصه، يعني بده يدعي يكون لسانه ما عصى الله. أنا لما بدعي عنك أنا ما عصيت الله عنك، وأنت لما بتدعي لي ما عصيت الله عني. فدعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة لا ترد، فاكسبوها هيدا. بدل ما أدعي لنفسي بدعي لإخواني، هذا المربح يا ابني. يلي بده يدعي يدعي لإخوانه في الله، وهذا ما بصح أن يكون من السر. اثنين، لا يجوز كتم الشهادة. الله عز وجل قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واحد دعي إلى شهادة وبيعرف على إيش بده يشهد، فلا يجوز أن يكتم الشهادة. أما إجا واحد قال لك أخي بالله مضينا هون شلنا الشهادة، أخذت مضيت ما عرفت مشان إيش، هذه الأمضى حرام ولا يجوز. الشهادة لا يصح للإنسان أن يكتمها إذا عرف. واحد دين فلان وأنت شاهد وما فلان ما رجع له المال، عم يقول لك بدي مالي، يا أخي أنا ما دخلت. يا أخي ما كنت شاهد أنت، يا أخي ما دخلت أنا. فقال لك أنت آثم وأنت آكل حرام مثل اللي آخذ المال. فلا يجوز أن تكتم الشهادة، بتنزل عند القاضي بتقول له أنا كنت شاهد دينه 10,000 ليرة. ولا تكتم الشهادة، ولا يجوز للمسلم أن يشهد إلا إذا كان الأمر بينا واضحا. بين أي واحد تشهد له أبدا بعد إلا ما تعرف الشهادة. أما إذا شهد ولم يعرف ما هي الشهادة فهو شاهد زور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله 3 مرات، كأنه كفر بالله 3 مرات. ولا تزول قدما شاهد الزور حتى تجب له نار جهنم. ولا تكتم الشهادة، دائما الشهادة أن يؤديها الإنسان كما رأها صلى الله عليه وسلم. من كتمان الشهادة التي لا تجوز أن يكتم الشهادة كتمان النعمة، يعني أنكر نعمة من أنعم عليه. قال الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. واحد أنعم عليه أعطاه وأكرمه وشغله حتى صار رجال وأبن. أخي منين ما شاء الله حولك، يعني منين لك هالعطاء هذا؟ قال له هذا كله مجدي واجتهادي وكذا. ما قال له فلان يلي أكرم أنعم، فهذا كاتم كافر للنعمة. واحد علم، واحد علمك كنت تجهل شيء وعلمك اياه، فتنسبه إليك وبتنسى فلان، هذا كتم للنعمة. بدك تنسب لهاللي علمك، ما نقص انه تتعلم من يدي اقل منك او اكثر منك،
بدك ما تكتم الشهادة. فلان علمني، وقال سيدنا علي من علمني حرفان كنت له عبدا، فإذا علمك معناتها أنت أسير له، بدك تأدي له الحق حتى وكل ما علمت تقول له هذا من علم شيخنا الله يرضى عنه، هذا مما تعلمناه عن شيخنا رضي الله عنه. فدائما حتى ما تكتم الشهادة اللي تعلمتها، من شان البخل حتى ما يدفع، حتى ما شيء أنكر النعمة يلي تعلمها من غيره، فهذا كتم. طيب، ومن كتم السر الذي لا يجوز، قال الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. امرأة طلقها زوجها فكتمت ما في بطنها، ما قالت له أنا حامل، ما قالت أنا حامل، رضيت بالطلاق. الحامل يجب عليه أن يردها، إذا كانت حامل أو بالعدة بده يرجعها حتى تلد وتطهر ولا يتقرب منها، بعدين بيطلق. أما غضب وطلق وهي في العادة، الطلاق في العادة باطل، بقى عليه لكن واجب عليه أن يردها. فلا يجوز للمرأة الحامل أن تكتم حملها عن زوجها، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، وأخيرا مما يجب الإعلان به وعدم كتمه، قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلي بيكتم العلم ملعون، ويلعنهم اللاعنون كمان من الناس، ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. بينوا علم، إذا تاب من كتم العلم وعلم يغفر له، وإلا الله يعين ابني اللي يتعلموا وما علموا. هذا هلأ يا ابني سمعتوا الآية، هي إلكن، هي آخر آية إلكن، يلي بيكتم العلم اللي عم يسمعه بيقع بهالمسؤولية، يلي بتتعلمه بدك تروح تعلمه لرفيقك لصاحبك لجارك لابنك لمرتك لأخوك لأختك، بدكن تبلغوا العلم يلي عم تتعلموه. ويلي بيكتم العلم هي مسؤولية بين يدي الله، بده يعاقب عليها عند الله سبحانه. فأنا علمتكن، ومثل ما بيقولوا أمتكن، أمتكن من زمتي، ومسؤوليتكن صارت عند الله. ما كتمت شيئا بفضل الله إلا علمتكم إياه. سمعتوا الدرس اليوم؟ حفظتوا الدرس؟ شو بيجب عليكم بعد الدرس؟ تعلموا. من علم كتب له الفضل، ومن لم يعلم فعليه الاسم، وأنا بلغت. أتشهدون بذلك؟ أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، اللهم فاشهد.